وللمزيد من المتابعة معنا على الهاتف لواء طيار دكتور هشام الحلبي مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية. بعد التحية، إجراءات تفتيش حرب الفرقة الرابعة هي رسائل للخارج والداخل، برأيك ما أبرز تلك الرسائل؟ اهلا بحضرتك والساده المشاهدين. اهم رساله ان ده تفتيش حرب بيبين جاهزيه هذه الفرقه للعمليات العسكريه ولا اي حرب فور. ودي فرقه من ضمن فرق كتيره جدا موجوده في الجيش المصري على اختلاف اسلحته وتخصصاته. يعني احنا اللي احنا شفناه ده جزء بسيط من الجيش المصري وهذه الجاهزيه العاليه، وايضا الاحتراف في العمل العسكري والتنوع في التسليح، سواء تسليح قديم وما زلنا نستخدمه او تسليح جديد حديث متنوع. الحقيقه دي بتبقى رساله لمن لا يفهم، ولان احنا بنعيش في منطقه الحقيقه بتمر بصراعات، واحنا شايفين اللي بيدور حوالينا قوات مسلحه قويه هي الضمان لبقاء الدوله وايضا لحمايه مشروعات التنميه. هي رسالة واضحة، رسالة أيضا واضحة للمواطن المصري والعربي إن إحنا جاهزين تماما والاستعداد القتال العالي وسمة الجيش المحترف. صحيح، كيفما تحدث يعني سيادة اللواء أركان حرب شريف جودة وتحدث وقال إحنا جاهزون لطي الأرض في أي مكان. صحيح، يعني هي أي حد عنده قدر ولو بسيط من العلم العسكري سواء عدو أو غير عدو، يعني ما يراه الآن هو رسالة واضحة جدا أنه ربما لا يستطيع أن يرى رد القوات المسلحة على العمل العدائي الحالي. القوات المسلحة المصرية لديها القدرة العالية على الرد والقدرة العالية جدا جدا على الحسم إذا فشل الرد. دايما هذه الرسائل مهمة، وأيضا في منتهى الأهمية للمواطن المصري، لانه المواطن من حقه ان هو لما يلاقي اقليم يموج بهذا الاشتعال والتدخل الاقليمي والدولي لصالح الحقيقه مسارات غير الحق، ولعل هو بيقول ورسائل حاله ان هذه رساله عمليه جدا بتقول له ده جزء بسيط من الجيش المصري اللي انت شفته النهارده. صحيح. طيب، اجراءات تفتيش حرب الفرقه الرابعه استعرضت الاسلحه المشاركه في حرب اكتوبر 73، لكن برايك ما هو التطوير الذي طرا على الجيش تسليحيا وتكنولوجيا؟ خليني حضرتك لمست نقطه مهمه، وهو الاسلحه اللي شاركت في 73، وهتلاقي فيه اللي شارك في 73 منظومات قديمه عن الحرب العالميه الثانيه. ورغم ان هذه المنظومات كانت قديمه وعند اسرائيل احد منها بمراحل واجيال حتى من الطائرات زي الفانتوم قصاد الميج 21 احنا شفناها النهارده، الا ان المقاتل هو الاساس في القوى العسكريه، هو الاساس في هذه المعادله. ودي الرساله المهمه اللي كان الحقيقه عايزين نوصلها من استعراض المعدات التي شاركت في حرب 73. ده جزء منها ان المقاتل هو الاساس في معادله القوى العسكريه وليس السلاح. يعني ممكن يكون معايا سلاح قديم وانا كمقاتل محترف بخطه وتدريب وقياده احقق نتائج عاليه جدا تدرس في اكاديميات العالم العسكريه حتى الان، وده نموذج 1973. صحيح. طيب، تنويع مصادر السلاح يعني عقب انتصارات اكتوبر المجيده هو ما ابرز ما طرا على التفكير الاستراتيجي للقياده السياسيه، كيف ترى هذه الرؤيه ونجاحها؟ سياسة التسليح المصرية الحقيقة في نقطتين مهمين، وهو التحديث المستمر لمنظومات التسليح حتى يعني يتناسب مع كل ما يدور في العالم. بقول منظومات، بتكلم على سلاح وعلى قواعد عسكرية وعلى منظومة تدريب وكل مشتملات المنظومة بكل مكوناتها. النقطة الثانية مهمة حضرتك تطرقت إليها، وهي تنويع مصادر السلاح، لأن السلاح كسلعة هو سلعة يمكن استخدامها هي وقطع الغيار التي مطلوبة لهذا السلاح للضغط على الدول وتغيير قراراتها. وده أمر الحقيقة ممكن نشوفه دول كتيرة جدا ما بتنوعش مصادر السلاح. هذا التنويع الحقيقة الجيش المصري احترف أنه يتعامل مع منظومات متعددة من دول كتيرة جدا، شفنا من أمريكا وروسيا وإنجلترا واليابان حتى والصين، كل المنظومات المتعددة دي إضافة للمنظومات المصرية مش من السهولة أبدا أن يتم عمل صيانة لها وأيضا التدريب المشترك بين هذه المنظومات، لأنها مختلفة اختلافات كبيرة في تكتيكات القتال بينها وبين بعضها.
ففي بصمه مصريه واضحه جدا على احتواء هذه المنظومات تحت مظله تدريبيه وعمليه واحده، اضافه للنواحي الفنيه. ومش كل الجيوش الحقيقه بتبقى عندها هذه القدره العاليه على هذه التعدديه، وده بيضمن لينا الرساله بقى المهمه جدا، يضمن حريه القرار المصري تماما في احلك الظروف ووقت الحروب ووقت الازمات اللي ممكن يستخدم فيها هذه المنظومات او قطع غيارها في التاثير على قرار مصر. طيب، يمكن تحدث الرئيس السيسي اليوم وكان هناك رسائل هامة جدا أن الجيش المصري بقوته ومكانته وقدرته وكفاءته وهدفه هو حماية أمن مصر القومية فقط وحماية حدودها، وليس استخدام القوة في أي تجاوز، ولكن هي قوة حكيمة ورشيدة في نفس الوقت. يعني أنا شايف أن هذه الكلمة معبرة تماما عن شخصية مصر. الشخصية المصرية على مر التاريخ ما كانتش شخصية أبدا معتدية ولا بتاخد أرض حد، إحنا لا بناخد أرض حد، ندي أرضنا لحد. ودي رسالة واضحة، ناخد أرض حد. سيادة اللواء، اتفضل. رسالة واضحة جدا أن الجيش المصري جيش رشيد، مع ان عنده قوه الحقيقه عسكريه لها تصنيف عالمي عالي، وايضا تدريب محترف جدا، وشفنا يمكن تدريب النجم الصافع في 34 دوله، الا ان القوه الحقيقيه جدا الى انها لها قياده جديده وقرار رشيد باستمرار. الغرض منها هو ضمان الامن القومي وليس الاعتداء على اي دوله كانت. هذا القرار الحقيقه قرار له حسابات وتقديرات عسكريه ومبادئ راسخه موجوده في مصر الاف. سياده اللواء، استاذن حضرتك في ان الصوت مش واضح. حضرتك سامعاني كده؟ تمام. حضرتك المهم جدا مع قوه جدا زي قوه الجيش المصري ان يبقى هناك قرار سياسي وعسكري رشيد، واستخدام القوه يبقى فقط للدفاع عن ارض الدوله، ودي طبيعه الشخصيه المصريه من الاف السنين انها دوله غير معتديه. وانا شايف ان ده يدي ايضا صوره مصر في الخارج على 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 شكلها الحقيقي ووضعها المحترم بين الدول، ان دوله لا تعتدي، دوله تؤمن فقط مجالها الحيوي وحدودها الاستراتيجيه. يمكن حذر الرئيس السيسي فعلا من الغضب، وان الغضب ده ممكن يوصلك ان انت تتجاوز بعد كده، لكن استخدام القوة لازم يكون بشكل رشيد وحكيم في نفس الوقت. طيب، كيف ترى استراتيجية القوات المسلحة الراهنة لتطوير وحدات الأسلحة ورفع كفاءة كمان جنودها؟ طبعا السلاح هو احد العناصر الهامة في القوة العسكرية، والسلاح ده محتاج منظومات جديدة صيانتها الحقيقه تحتاج قدر عالي الفهم في التكنولوجيا، لانه في قدر عالي جدا من التقنيات الحديثه جدا، وكل ان ده يبقى فده يضمن ان السلاح ده يبقى نسبه صلاحيته عاليه جدا وجاهز للعمليات. دي نقطه مهمه. العبره ليست فقط باقتناء السلاح، لكن الصيانه لرفع نسبه الصلاحيه الى اعلى نسبه، إضافة إلى التدريب أيضا وإجراء بعض التعديلات واستنباط أيضا من وسط هذه المنظومات أفكار العمل وتصنيع منظومات داخل مصر. ده اللي بيتيح نتيجة التعامل كبير جدا مع منظومات متعددة. والتسليح المصري ده بيخلي الحقيقة إن قطع الغيار والصيانة، ما ده اللي يخليني اسال حضرتك، هل بالفعل عندما استعرضنا الان بعض الاسلحه مصريه الصنع، هل ده هناك يعني توجه استراتيجي لتصنيع الاسلحه في مصر؟ طبعا طبعا حضرتك، احنا في نقطتين في التصنيع بالذات، وبيبقى في سلاح تصنيعه مصري خالص تماما من التصميم وخطوط الانتاج، و بالتالي ما يتبعه من عمليات صيانه، وده موجود شفناه في بعض انواع الاسلحه. النقطه الثانيه في التصنيع هو مع الدول ذات الثقه في مصانعها. سياده اللواء، تفضل. صنعنا شرط من فرقاطات الجويند مثلا على سبيل المثال، سلاحها الحقيقه سياسه، انا شايف انها سياسه متميزه
بتوفر تمام. أنا يعني بشكر حضرتك، شكرا جزيلا للواء طيار هشام الحلبي مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، كنت معنا هاتفيا.